الرب يسوع المسيح بيتكلم عن الدوافع في العزة على الجبل، عمل الشريعة داخلية مش المظاهر، التدين أو مظاهر البر والتقوى اللي بتفتقر أو تفتقد إلى القوة الداخلية، القوة الروحية. بغض النظر شو صلواتك، بغض النظر شو صدقاتك، بغض النظر شو أصوامك، الصلاة ممكن تكون مكرهة للرب، والصوم ممكن يكون مكرهة إذا اتعمل بنية أو بدافع خاطئ. أحبائي، بالعكس، أنا لما بكون صايم المفروض أكون مهذب، عندي مقدرة على الصبر والتحمل، عم بمارس أعمال الرحمة والمحبة، مش عم بعمل أمور اللي شوفوها الناس يمكن بنهاية النهار بطعم الناس. لا لا لا، الرب شايف الدافع والرب شايف القلب. بتعرف حبائي، الكتاب المقدس بيشجعنا على الصوم، وهذا الصوم فعلا احنا بهالأيام محتاجين نطلب وجه الرب ونصوم من أجل بلادنا ومن أجل شعوبنا ومن أجل كنايسنا، حتى الله يفتقدنا بزيارة خاصة. وبتعرف حبائي، كلما صلت الكنيسة الرب كان يتدخل وكان يصنع أمور عظيمة. شو رأيكو هيك نبتدي نتحرك في المسار الروحي وربنا يبارك بلادنا؟ ومن هذا المكان بصلي ان الرب يبارك بيتك وأولادك ويعطيك سؤال قلبك. الرب يكون معك.